طيب خلينا نروح لموضوع آخر وموضوع متعلق بكورونا. في فريق من جامعة أكسفورد عمل دراسة على حوالي 2000 متعافي من كورونا عشان يتعرف على المواد الكيميائية الموجودة في الجسم المرتبطة بالإصابات. هذا الفريق البحثي توصل إلى أنه أدوية الجلطات ممكن تكون علاج محتمل لإصابات كورونا طويلة الأمد. طبعا عايزين نعرف تفاصيل أكتر يا جمانة. معانا الدكتور محمود الافندي، استاذ الاحياء الدقيقه بالاكاديميه الروسيه، اللي بينضم لنا من موسكو عبر سكايب. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الورد والياسمين سيد الكريم. يا اهلا بحضرتك. عايزين نعرف ايه علاقه الجلطات بالاصابه بكورونا؟ حتى الان يعني نحن امام دراسات، يعني صحيح انه جائحه الكورونا انتهت، ولكن حتى الان دراسات جاريه ما يفعل فيروس الكورونا داخل الجسم. الفيروس هو فيه بروتينات، هو اذا بنشوف الفيروس هو حاجه مدوره وفي زي الاصابيع حواليها، الاصابيع ده بروتين. ده لما بيدخل في جسم الانسان بيقتحم الخلايا بيأثر على البروتينات الاوعيه الدمويه. نعلم جيدا عند الانسان دائما في بروتينات اللي مسؤوله عن تخثر الدماء. تخثر الدماء يعني اثناء الجرح، لو انسان متجرح او بصير نزيف الدم بيتخثر عشان يوقف النزيف. ده بيكون له معدل معين في الجسم بالاضافه الى وظيفه معينه. الكورونا بيعمل ايه؟ اثناء دخول الجسم بيزيد من البروتينات دي، زائد انه بيغير وظيفتها. فبيبقى عمليه تخثر الدماء داخل جسم الانسان، داخل الجسم، داخل الاوعيه الدمويه، بيؤدي الى جلطات او ما يسمى جلطات او ما يسمى في الدماغ او في القلب او في الاوعيه الدمويه، بتؤدي اما للشلل او بتؤدي الى الجلطات القلبيه. هذا أصبح واضح خصوصا منذ بداية الجائحة في يعني كثير حالات أدت إلى وفاة في الجلطة القلبية أثناء الإصابة. فحتى الآن جرت الدراسات بالفيروس بيعمل إيه في جسم الإنسان لما دخل، عمل إيه، يعني بنسميها متلازمة ما بعد الكورونا. بيعمل إيه في جسم الإنسان؟ أحد هو تخريب الأوعية الدموية وزيادة جلطات الجسم. يمكن أن تكون يعني حتى لو إنسان أصاب بالكورونا، إن كان متوسطة أو إصابة قوية أو ضعيفة، يمكن يكون هناك في خلل في البروتينات داخل جسم الإنسان. لذلك دائما يحبذ إنه الإنسان يعرض نفسه على الطبيب ليشوف عنده، يعمل تحليل، هو تحليل كيميائي يمكن يعني يوضح عدد البروتينات دي والوظائف بتاعته اذا صح ولا مش صح. اذا مش صح يمكن ياخذ ادويه عشان يوقف تخثر الدماء داخل جسمه. فدي احد الحالات، ولكن ما نقول انه كل الحالات ولا معظمها، يعني في حالات استثنائيه، يعني بنقول 4-5% بتؤدي الى تخريب وظائف البروتينات. يعني حتى الان العلماء العالم كله بيدرس اول شيء منشا الكورونا. هو اهم شيء منشا الكورونا بيعمل كده ليه؟ يعني ليش عمل كل هالوظائف هي بجسم الانسان؟ يعني حتى الان الدراسات يمكن تضل كمان سنين، 5 أو 6 سنين، عشان نشوف بيعمل ايه في الجسم. فاحد المصايب اللي بيعملها هو تخثر الدماء داخل جسم الانسان اللي بيؤدي الى جلطات. لانه يعني دكتور الحقيقه انه في ناس بالفعل كانت رابطه، يمكن حتى قبل ما نسمع عن هذا البحث كنا بنسمع ناس بتربط فعلا بالاصابه بالجلطه ما بعد كورونا كمتلازمة ما بعد كورونا، بعد ما بعد الإصابة بكورونا. وأيضا في ناس كمان بتشوف في بعض الأعراض الأخرى برضو بتسميها بمتلازمة ما بعد الإصابة بكورونا. على أي حال زي ما حضرتك قلت فعلا لسه دراساتها تستمر لسنين وسنين كمان، بس عايز أعرف برضو من حضرتك، يعني في بروتينين كده مرتبطين يعني باستمرار الأعراض كمان بعد التعافي، بروتين دي دايمر والفايبرينوجين. ما ده الفايبرينوجين والديدمار هو هم مسؤولين عن تخثر الدماء، هو المسؤولين عن تخثر الدماء في جسم الانسان. يعني دائما الانسان كل بروتين في جسم الانسان له وظيفه معينه. هل بروتينين لهم هالوظائف، هي هالوظائف اللي بتؤدي الى ايقاف النزيف وما يسمى، فيحصل واحد في الدماغ وواحد في الاجهزه التنفسيه. الديدمار في الاجهزه التنفسيه بيؤدي ايضا الى في الاوعيه الدمويه في الاجهزه التنفسيه، والفايبرينوجين بيكون في القلب. هي المشكله دي انه بتغير من وظيفته. يعني حتى الان ضمن المتلازمات ايضا الزهايمر، حتى موجود الزهايمر المبكر، الانسان بينسى. يعني في كثير متلازمات بتصير، تعب الانسان، العظام، الجسم، يعني كله بيؤدي ضمن الدراسات المعينه. فالبروتينات الانسان عنده حوالي مئات البروتينات، كل بروتين مسؤول عن وظيفه.
بالمشكله انه الفيروس ده غير عادي. يعني خلينا نكون واقعيين، نطلع من الطب شويه ندخل سياسه. حتى الان ما دام المنشا نحن كعلماء ما عرفنا المنشا الكورونا، فالبحوث يمكن تطول لسنين كبيره. لو كنا عرفنا منشا الكورونا يمكن نعرف بيعمل ايه في جسم الانسان، ولكن للاسف الشديد منشا الكورونا ما عرفناش هو منشا طبيعي او منشا صناعي او عن طريق المختبرات. هذا بيؤدي الى الهستيريا اللي عم بتصير الان في حاله العلماء. طيب. او الحاله الطبيه دائما، يعني كل ما بشوف انا بحوث جديده بتاكد من بنفسي انه بالفعل انه هذا الفيروس منشأه غير طبيعي. طيب. لان الفيروسات دكتور محمود بتعملش بالجسم ده زي ما بيعمل الكورونا. هذا بياكد لنا انه بالفعل المنشا غير طبيعي، ويمكن الابحاث القادمه تاكد هذا الكلام. يعني هذا الامر مشكله كبيره جدا بالمتلازمه بعد الكورونا. لذلك الان يعني في نسب في بتصير جلطات دمويه، في نسب زهايمر، في نسب بيؤدي الى طيب التعب. خلينا في موضوع الجلطات لانه هو المرتبط بالفقره بتاعتنا. هل مطلوب من اي حد جاله كورونا انه يفضل يعمل تحاليل بتاعه الجلطات او بتاعه سيوله الدم والامتى؟ لا، هو المفروض يعمل تحليل واحد فقط، تحليل واحد فقط تحليل كيميائي، اما الكارديوجرام او التخطيط القلبي. بعد قد ايه مثلا؟ هو انصاب بالكورونا، اذا انصاب من زمان او انصاب من اول وانصاب دلوقتي او حينصاب بوقت، بعد الاصابه يعمل تحليل، يعني بعد حوالي تقريبا شهر او شهرين من الاصابه او من التعافي يعمل تحليل دي دايما. حتى لو كان من سنتين منصاب يمكن يعمل الان التحليل، لانه دي يمكن الان يعني واحد يلحق وياخذ ادويه عشان يوقف تجلط الدماء داخل الاوعيه الدمويه. هذا امر مهم جدا، لانه هو بيهاجم الدماغ وبيهاجم الاوعيه الدمويه في الدماغ، بيهاجم الاوعيه الدمويه في القلب بالرئتين يعني. فلذلك يمكن بسهوله عن طريق تحليل كيماوي، الطب العلم بيعرف هو كميه الفيروسات ووظيفتها، كميه البروتينات والبروتين ده بالذات، واذا موجود والوظيفه بتاعته ايه. فاذا الوظيفه كان نوعا ما اختلت الوظيفه، فيمكن ياخذ ادويه زي الادويه اللي سواء اطباء اللي ادويه الجلطات القلبيه او ميعات الدماء. يعني نعلم جيدا حتى اللقاحات، يعني حتى اللقاح على سبيل المثال بريطانيا، اللقاح الاسترازينيكا تمام بيؤدي الى جلطات دمويه. ليش بيؤدي جلطات دمويه؟ لانه كمان هن استعملوا فيروس فيه بروتينات بيعمل نفس الوظيفه، ادى فعليا جلطات دمويه. لذلك كان اللي بياخذ استرازينيكا اللقاح مفروض كان ياخذ مميع للدماء، يعني يعني يا دكتور، يعني كمان حضرتك بتقول بس مش الاصابه بفيروس كورونا، لكن يعني في بعض الابحاث حتى الان تتحدث عن انه في يعني في نسبه من الاصابه بالجلطات، بس في نفس الوقت في ناس كمان اول ما بيتم اصابتها بكورونا او ايا كان حتى تلقت اللقاحات ايا كان هو ايه، من كتر الكلام اللي بنشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي هم بيجروا ياخدوا ادويه السيوله من نفسهم، ادويه طبعا سيوله الدم من نفسهم. هل ده صح ولا غلط، ولا لازم ان هم يستنوا يعملوا التحليل ده؟ لا، يستنوا يعملوا التحليل، لانه الادويه اذا زادت عن حدها يمكن تغير ايضا من الوظائف. يعني تميع الدماء كمان يمكن يؤدي فعليا الى يعني حتى لما بياخذ مميع للدماء دائما الانسان اما في حاله المرض السكري او في حاله الامراض الاخرى مرض القلب بياخذه، ولكن اذا ما معوش الحاجات دي والبروتينات عنده مظبوطه اذا اخذه يمكن يؤدي الى ما يسمى حالات خطيره. يعني على سبيل المثال اذا صار عنده جرح لا سمح الله يمكن يبدا النزيف بيوقف النزيف، يعني بيؤدي الى نزيف مفتوح. لذلك يعني حضرتك شايف انه ما ينفعش شخص يتناول ادويه السيوله غير تحت اشراف طبيب. طبعا بعد التحاليل، بعد التحاليل بالذات التحليل بياكد، بياخذ الدواء وبالمقدار اللي بيقول له عليه الدكتور حسب النقص او زياده هذه البروتينات او نقصها او تغيير وظيفتها. كل نوع له دواء معين بيرجع الوظيفه دي للبروتينات دي اللي قلت عليها الفيبروجين والديدمر. وضحت الفكره يا فندم، بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمود الافندي استاذ الاحياء الدقيقه بالاكاديميه الروسيه.